اول حاجه تابعه، ثاني حاجه درت لاباس ملي كنشوف حنا ما كنصور حتى وزه زين صافي. هادشي اللي كتسبنا الناس كتكتسب جمهور، حنا كتسبنا الحظ. الله اكبر. صدق اخويا في هاد البركيل 80 عنده وراق وانا جي شوف انتم الاخوان تعطيتو 140 البرقيله صافي 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 تعطات فيهم بجوج 140. بارك الله فيك. حركة البرقيل. ريح مالك. 60 80 الاخوان. حرارة الاخوان صافي الاخوان تبع المهم مازال كيتاخر على 140 الاخوان. دابا حنا غنسولوا الناس كاع اليوتيوبرز ونقولوا لهم كي خزات عليكم 2021 قلنا سي فتاح واصرا اش غادي نقول لك اخويا رضوان 2021 خرجات علينا البيان. اول حاجه تابعه، ثاني حاجه درت لاباس ملي كنشوف حنا ما كنصورو حتى وزه زين صافي. هادشي اللي كتسبنا الناس كتكتسب جمهور، حنا كتسبنا الحظ الضايع. الناس حاضينا فين وصلت يا فتاح انت رجعنا للور، الناس كتزيد القدام وحنا كنرجعو للور. هادشي اللي غتقول على 2021 وانت الاخ مورا اخويا 21 دخلات وانا في الخسرانه حمادي، مره لي زيات مره خسر لي تليفون مره كذا خسران ما فلوس ما كيتجمعوش اصاحبي لا زواج لا تحواج. 2021 ما تجوزتي فيها ما درتيش حاجه زوينه لا زواج لا تحواج لا تفواج لا حتى حاجه. وانت الاخ كريم سي زادني اخويا 2021 كذب عليك شنو درت لك؟ انتم كامل كتهضروا على السلبيات في ايجابيات والو ما كاينينش كاع. سي زادني اخويا كذب عليك الحمد لله فهمت علينا الحمد لله الحالة ما درتش حاجه فهمت علينا وليت عام عاد تجيني. وانت الاخت تيها عليكم 2021 صراحه دخلات اكفس عام هو هذا 2021 دخل اول حاجه بالمر. شنو هي الانجازات اللي حققتي في 2021 اختي؟ شنو نقول لك الانجازات اللي حققت هو انني الحمد لله الحمد لله من واحد الجهه ما بقاتش واحد الحاجه حيد تحيد تحيدات بلا ما نقول الاسم ديالها بلا ما ندخل الحمد لله بعدا خرجت سالمه بخير وعلى خير. الحويجات الحويجات اللي خرجتي بهم مزيان في 2021 بلاتي تفكر فيا الزايمر نسيتي راك فيا الزايمر. السلبيات غير واحد الحاجه بدا اللي زوينه فيها المهم بعدا عندها واحد هذاك
التحاليل اللي دارت خرجوا مزيان. وهذا هو اللي هضرت عليهم انا. ان شاء الله. ودعوا دعوا مع دعوا مع الاخوان ان شاء الله. اللي عنده وليدات الله يصلحهم ليه واللي ما عندوش الله يرزقه الدنيا. واللي مرض لشي واحد واللي مات لشي واحد في 2021. الله يرحمه ويوسع عليه. وكنشكرك على وما تنساوش الاخوان دخلوا عند سهام السلاوي السلاوية انت ان شاء الله حتى نزاطوك انتم الاخوان ما تنساوش تشتركوا معها في القناه حتى هي كتصور معنا الخيل وعندها عالم سهام السلاوية دخلوا عندها الاخوان وتابوناو معها وفرحوا الله يفرحكم وتعاونوا معها راه مريضه خدامه على راسها وتحياتي لكم امين امين ها واش جاوا والو ما ايوا ايوا تحية 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 كون بجوج المليون 2000 اورو 20000 درهم اللي حسبها الحمد لله السلعه ديال ايوب المعزيز الله يسخر الجميع الله يسخر مولاه الله يجيب لنا شي عام زين وما تنساوش الاخوان تشتركوا معنا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم ديما جديد وتحياتي لكم ومن هنا استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والى فيديو مقبل ان شاء الله شكرا شكرا الاخوان بزاف على التعليق الزوينه كتخلي لنا وتحياتي لكم يلا الاخوان موعدنا يتجدد لكم في السوق المازي ان شاء الله